ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بتشكيل الحكومة الإنتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، والتي أعلنها دولة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، مؤكدة أنها خطوة مهمة تعكس حرص جميع الأطراف على مصلحة الشعب السوداني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في التقدم والرخاء، وإذ تعرب وزارة الخارجية عن تهانيها للشعب السوداني الشقيق بهذا الإنجاز، وخالص أمنياتها للحكومة السودانية بالتوفيق والسداد. مشدده على ان مملكه البحرين ستظل داعمه لجمهوريه السودان ومسانده لكل الخطوات والاجراءات التي من شانها تحقيق التنميه والازدهار وتعزيز الامن والاستقرار فيها